مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير، أهلا بكم ولقاء متجدد على الخامسة والعاصمة الثانية. أخبار حلوة النهاردة، عندنا اتنين من أوائل التعليم الفني اللي هو قاطرة التنمية إن شاء الله والمستقبل في الكليات التكنولوجية من الإسكندرية. مليون مبروك للإسكندرية ومليون مبروك لولادنا الرائعات الممتازات اللي إن شاء الله يستكملوا قطار حياتهم وتعليمهم بشكل مختلف ويفتخروا إنهم من التعليم الفني. كمان مليون مبروك للزمالك. الزمالك الحقيقة النهاردة كانت مباراة حلوة وشم نفسه بشكل جيد جدا. أخبار كمان كثيرة عديدة وأمل في فترة جديدة إن شاء الله بعد 30 يونيو. الناس النهاردة 10 سنوات على مرور 30 يونيو، ومن الأخبار الحلوة إن إحنا يبقى بعد انقطاع هذه العلاقات ولهذه السنوات بين مصر وتركيا عودة العلاقات وأيضا السفراء في مصر وتركيا. أخبار حلوة، وإحنا دايما بنقول إنه التصالح مع أي من الدول شيء إيجابي لنا ولهم، وإنه ما فيش أعداء على طول الخط في السياسة ولا في أحباء على طول الخط. السياسة فن الممكن دائما، وعشان كده بنقول إن الشعوب دايما يعني بعيدة عن الخلافات السياسية، لأنها بتكون صحيح إنها أيديولوجية وكانت بالنسبة لنا حياة بشكل كبير جدا، وتحديدا بعد عام الإخوان نقول عام الظلام، هذا العام اللي احنا عشنا فيه في ظلام دامس، لكن في مكتسبات كثيرة جدا في الثورة وتحديدا للمرأة. امبارح بالأمس القريب تحديدا كلمنا بشكل متسع المجتمع المدني، زاد المرأة نزلت المجتمع، سيادة الرئيس داعم الوزيرات الرائعات اللي احنا بنشوفهم. كان لما يبقى في وزيرة او الاثنين في الوزارة كانت تبقى حاجة كويسة. النهاردة عندنا العديد والعديد، عندنا محافظ سيدة كانت اول سيدة في مصر، كانت المهندسة نادية عبده، كانت محافظا للبحيرة، وكانت قبل ذلك رئيس مجلس إدارة شركة المياه، وقبل ذلك كانت نائب محافظ وكانت الأولى من نوعها، وكانت الأستاذة الدكتورة هند حنفي أول رئيس جامعة. كان طول الوقت هذا المنصب يشغله الرجال فقط، لكن الإسكندرية كانت دائما سباقة وكنا سعداء بهذه المسألة بشكل كبير جدا. النهاردة كمان عندنا سيدة رائعة اتكرمت في الهند وعملت كتاب ومبادرة وملتقى للسيدات الناجحات حول العالم وفي اسكندرية وحول العالم وفي المجتمع العربي. أتمنى أكون منهم كده إن شاء الله. إن شاء ولكن خلونا نرحب بالأستاذة إيمان يوسف، نورتيني وشرفتيني. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وحضرتك بخير جميعا. شاعرة تحبي أقول الشاعرة ولا الكاتبة؟ أنا شايفة كم كتب كبير جدا ويعني دواوين رائعة، أنا أيهما أقرب إلى قلبك؟ لا هو الكاتبة طبعا، الكاتبة بتمثل محتوى جمعي يعني أو شمولي. الشاعرة أيضا يعني حالة جميلة وحالة رائعة، لكني هي بتبقى مراحل. أنا طبعا تخطيت يعني على المستوى الشعري 16 كتاب شعر، على المستوى العامية والفصحى بدأت مرحلة أخرى من الكتابة، لأن التنوع طبعا مطلوب على مستوى الكتابة وعلى مستوى الفكر وعلى مستوى إن كل مرحلة لابد أن يصبح لها تجديد وابتكار ومحتوى آخر من العلم والذهن والخبرات والمفهوم والخبرات أكيد. يعني أعتقد إن في سن معين كانت الأشعار بطريقة واليوم بطريقة أخرى، وأنت أمة وأنت أم وأنت جدة وأنت زوجة وأنت خلصتي مهامك الوظيفية، وكل مرحلة لها جمالها طبعا. يعني انا اعتقد ذلك يعني، واللي بيخبي سنه ده يعني لا اطلاقا، انا كذلك يعني كل مرحله انا اسعى فيها جمال لما سبق، صح، لاني حققت انجازات كثيره، حققت طبعا الحمد لله طموحات واحلام على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام على المستوى المجتمعي، اقدر اقول على المستوى العربي الحمد لله.
وحققت اسم. اعطاك الله الصحه والعافيه. مصريات نجاحات كتاب الاستاذه ايمان، ومن حسن الطالع ومن حسن حظي انه في اسماء سكندريات رائعات هم يعني لهم معزه في قلبي. الزميله الغاليه الاستاذه نيفال انديل، معده البرامج الرائعه المتميزه، اول من عمل في الدراما التلفزيونيه يوميات شاب فالح واشياء كثيره، فلها حق التقدير فعلا. يعني سعدت جدا يا استاذه نيفال حبيبتي واختي وصاحبتي نيفال انديل. سنان الاستاذه وفاء البنا المذيعه المتمكنه المتميزه رائعه برضو، ونجلاء خليل، انا مش عارفه مين التانيين لكن دول اللي انا قدرت. كبيره من اسكندريه نجلاء خليل، تجمع درويشه يعني لنا ان نقول انها درويشه، هي شاعره ولكنها في العمل العام رائعه، بالاضافه انها في العمل التنفيذي حصلت برضو على اول في اشياء كثيره. مين تاني من اسكندريه استاذه؟ في مجموعه كبيره جدا انا يمكن عامله عليهم شويه. منى سالم، محمد سالم، انا على مستوى الشعراء والشاعرات والكاتبات حضرتك اكتر اخد منى عارف. طبعا منى ممتازه، طبعا استاذه منى عارف شخصيه جميله رائعه وهي يعني كانت فرحانه جدا بصدور هذا الكتاب. طبعا منى ماهر ووصلت لي طبعا مكانه كبيره طبعاً. لكن لقيت ان منى عارف فرحانه جدا ب يعني الكام صفحه اللي هي اللي انا رصدتهم في هذا الكتاب، لان هو محتوى الكتابة عامة هي احتفالية احتفالية بالمرأة المصرية العظيمة. خلينا نشوفها لو سمحت يا عمر. أيوة، احتفالية بالمرأة المصرية العظيمة كانت نتاج اللي طبعا كان عام 2017 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عليه عام المرأة المصرية. أيوة. فبدت فكرة إن إحنا نبدأ، أنا كنت رئيس نادي أدب قصر ثقافة الجيزة وقتها. أيوة. فبدت فكرة إن إحنا نجمع المصريات الناجحات. طبعا انا كنت الحمد لله يعني في مجموعه كبيره من الناجحات اعرفهم على مستوى نقابه، لان كنت امراه عامله فكنت عضو نقابه العاملين شركات التامين والبنوك والاوراق الماليه. فطبعا النقابيات يعني انا نقابيه ايضا وبتشتغلي في ارقام ورق. أيوه. من اين لك الشعر يعني ده واحد واحد يساوي اثنين الحمد لله، علشان طبعا المراه المصريه امراه لها قدرات. صح. قدرات كبيره وقدرات متضاعفه، ومن يمنحها الثقه يجد انها قدر على قدر كبير من الثقه وتحقق نجاحات باهره. فيمكن المبادرة مصريات نجاحات سيادة الرئيس لما طرح الفكرة 2017 ادانا التشجيع وعدنا لمراحل الابتكار والإبداع، يعني من مراحل التبعية، من مراحل الجمود، من مراحل الصندوق المغلق، فوجدنا أنفسنا نبتكر ونبدع وكلنا نجمع بعضنا طبعا حوالينا مجموعات كبيرة كويسة. عرضت الفكرة على دكتورة نهاد كانت مدير عام الثقافة، دكتورة نهى نبيل مدير عام الثقافة في قصر ثقافة الجيزة في الجيزة عامة. فطرحت عليها الفكرة طبعا يعني أساعدتني بالموافقة، وكان طبعا أستاذة فاطمة عبد الوهاب موجودة، أستاذة تهاني جبير، مجموعة كبيرة أساعدهم الفكرة إن المرأة المصرية يبقى لها احتفالية منهجية من أصول الثقافة. فبدت قصر ثقافة الجيزة، وكان طبعا أستاذة نوال مهنا كانت معنا شخصية عظيمة وشاعرة كبيرة، فبدينا نعمل أمسيات للمصريات الناجحات، وجدنا إن مجموعات كبيرة جدا من المصريات الناجحات حصلت على الماجستير والدكتوراه وايضا اساتذه في الجامعه. اللي شاطره بتبقى شاطره في البيت وبره البيت وجوه البيت وتستطيع. وبعدين احنا طبعا بنشجع بعضنا البعض طبعا، والنجاح دايما بيبقى هو المحتوى اللي كلنا بنشمله وبنتلم حواليه. دي حقيقه. فمن هذا على الرغم في حاجه استاذه ايمان. ايوه. يعني انا مبسوطه ان حضرتك عملتي هذا الكتاب، وكان المفروض يبقى مرجعية للمجالس النيابية أو المجالس المحلية أو القيادات، لأن أكيد مصريات نجاحات حيث ما اخترتيش عن فراغ.
لا انا اشتغلت معاهم يعني من ضمن المصريات اللي نجحت في نقابيات، وطبعا عضوات مجلس شعب، في دكتوره سلاك درويش، في الاستاذه ميسا عطوه، في اساتذه. ميسا عطوه طبعا في العمل النقابي أكيد. اكثر من رائعه. وعندنا في اسكندريه لن ينساها التاريخ الاستاذه ايلام المنشاوي. ايوه طبعا طبعا شخصيه جميله وشخصيه داعمه، وكل واحده ليها رؤيه خاصه لخدمه مجتمعها ولخدمه الافراد اللي حواليها. فمن هنا مننا المنهجيه دي بدينا ان احنا بدات اجمع الشخصيات العظيمات. فطبعا وجدت ان في فرحه بانك تقدير. ايوه فعلا بتقدري المراه، بتقدري النجاح. كل واحده فينا صبرت واجتهدت. وطبعا حضرتك عارفه المجالات الطاحنة والمجتمع الذكوري اللي كنا عايشينه كله. بس انا هقول لحضرتك حاجة. انا ضد مسألة المجتمع الذكوري الا في بعض العادات والتقاليد وليس والاعراف، وليس الدين. على فكرة الدين مش بعيد كل البعد عن اللي هم بيعملوه او بيتقال، لكن احنا ما نقدرش نقول ان في مجتمع ذكوري بدليل يعني حاجة. في ناس فكرها محدود بتحاول انها تهمش المرأة او تقنن جهودها لاسباب دوافع شخصية نفسية. ممكن لان احنا كتلفزيون اخرين طبعا يعني احنا كاعلام بصراحة يعني لم نشعر بمجتمع ذكوري نهائيا في عملنا. يعني كل زملائي في الاستوديو رجال ولم يعاملوني مرة على ان انا انثى. لا, لا 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 احنا زملاء وحتى قيادتنا لم نتعرض لهذه الانتهاكات. الانتهاكات دي على مستوى المجتمع المدني شخصيات قليلة يعني قليلة الفهم او قليلة التقدير للمرأة. فهناك كان بقى بعض الحروب اللي بس ده يقويكي اكتر يا استاذ. اكيد طبعا اكيد، والا ما كناش اجتمعنا وعملنا يعني محتويات نجاح. هذه المبادرة او الملتقى لسه موجود ولا بصدور موجود. الكتاب انتهى؟ لا ازاي، في كتاب تاني، في كتاب اخر اصدرته نساء النجاحات على مستوى العالم. ده بقى نساء عربيات ومصريات. طبعا لما نجح وحقق نجاحات كبيره، مصريات نجحت على مستوى مصر واحتفاليات كتير في اتحاد الكتاب ونماذج كتير وعلى مستوى اصول الثقافه. فوجدت ان في سيدات عربيات بيتصلوا بيا، لان انا طبعا صفحه الفيس عندي يعني تعدت ال 4000 ويب. فوجدت ان في تواصل كبير، ان احنا ايضا نجاحات. يعني لو اقول لحضرتك على مستوى جميع الدول العربيه، فبديت طبعا اجمع هؤلاء وتواصلنا مع بعض. وفي كتاب تاني اسمه نجاحات حول العالم، انا بس ما جبتش معايا الكتاب لان يعني اخترت نماذج اخرى على مستوى العالم العربي. انا اخترت بس نماذج العالم العربي، لكن كلهم حققوا نجاحات باهره في اماكنهم، في يعني على كل المستويات، شعراء واكاديميات واساتذه جامعه وقصات وروائيات. يعني حضرتك تنبهري ان في هذا الكم سعداء ان المراه المصريه حققت النجاح، فاحنا كمان كامراه عربيه حققنا نجاحات ايضا في بلادنا، فلا بد ان ينضم هذا لذلك. وده اللي انا فعلته في الكتاب الثاني، 100 امراه عربيه ناجحه من جميع الدول. وطبعا صنفت كل دوله على حده، وبدينا نعمل احتفاليات بقى مختلفه على الزوم. كان في احتفاليات رائعه في ايام الكورونا. للاسف بقى كان ايام طب الكورونا. وبعد الكورونا اين اللقاء المستمر بيننا وبين الاخر؟ في معرض الكتاب بس لقاءات. طب وليه ما يبقاش في ملتقى على يعني ارض الواقع؟ موجود باذن الله موجود. يعني هو لجنه العلاقات الدوليه في اتحاد كتاب مصر، انا الحمد لله فيها، فبدينا ان احنا نجمع هؤلاء او نجمع المجموعات اللي احنا لقيناها ان هي قدوه ومثل اعلى. دكتوره جيهان جادو طبعا ليها رابطه، دكتوره جيهان هي رئيسه الرابطه، والدكتور فاروق الباز طبعا نائب رئيس. فطبعا احتفلنا بها احتفاليه كبيره جدا، وتحدثت عن نجاحاتها في فرنسا وازاي استطاعت، هي سكندريه الاصل، ازاي استطاعت ان هي تنجح في الخارج واخريات. وايضا الدكتوره امنه فزاع هي رئيسه نادي المراه الافريقيه ورئيسه
يعني اهتمامها كله بإفريقيا وبالدول الأفريقية، واستطاعت أيضا إن هي تحقق نجاحات من خلال لم شمل أفريقيا والمرأة الأفريقية، أيضا هي معنا في الكتاب، واستضفناها في اتحاد كتاب مصر، وكان سيادة السفير محمد نصر هو طبعا رئيس الجمعية الأفريقية، كان لنا لقاءات متعددة معهم، ودمج المرأة الأفريقية مع المرأة العربية مع المرأة المصرية، حدث هذا حفاوة. أنت بتحتفي بكينونتك امرأة، بتحتفي بكينونتك مبدعة ومبتكرة وصاحبة قلم وصاحبة فكر، فمن هنا كانت السعادة لنا جميعا يعني. خليني أسمع بقى شعر الأستاذة إيمان يوسف، وياريت نسمع المراحل، وإحنا أكيد حيبقى فيها تغيير. ده طبعا كده تغيير كبير يعني، ما بين مراحل البدايات إيمان وإيمان كبير، وبرغم زحام الدنيا بفرد جناحاتي وطير، وألضم عن إيد الفكر قصائد تتحدى الصعب ولكن ما تحداش المقادير. شديت لجام المستحيل ونويت أكون، وكأن يطير بجناح طليق يفتح في سور الكون طريق ويكون. كانت هذه هي مثلا البدايات. بعد ذلك الامور طبعا تغيرت. خرجتي من ايمان ده يعني، خرجت كل واحد له حظ من اسمه اكيد، من الخاص على العام. لان انا طبعا كموظفه وك ام وزوجه وبنت الاسره اولى، الام والاب واهتماماتهم ومسائل والعمه والخاله كل ده بيبقى لي طبعا انطباعات، ادوار كثيره تقوم بها المراه يعني كتير جدا مش قاصدين بالهم منها. ايوه لا بس الحمد لله ابتدت دلوقتي الاعلام يعني ابتدى ان هو يعمل اضاءه لاعمال المراه، اهتمام سيادة الرئيس بالمرأة عامة بمجهوداتها بصبرها بجهدها باجتهادها، كل هذا أتحينا فرص كبيرة للانتشار أو لإثبات الكيان. يعني المرأة هي بتشعل الثورات من ثورة 1919 إلى الآن، يعني هدى شعراوي كانت المرأة شهيدة لتحرير بلدها من الإنجليز، ثم استطاعت بعد ذلك أن تدير ثورات، ثورة 52 أيضا كان فيها سيدات، إلى ثورة 2011 إلى ثورة 30 يونيو. كل هذه الثورات بتشعلها المرأة بقيمتها وقدرها وفكرها وبعلمها وبإيمانها بذاتها، وشهدت المرأة لا تخاف لأنها مدركة تماما إن هي على يقين انها بتناجي بحقوقها. انا بسمع ناس تقول ان المراه نص المجتمع، بقى مستغربه جدا، المراه هي كل المجتمع، لان اذا كانت هي النص كنوع يعني كنوع فهي بتشارك في تربيه النصف الاخر ومفاهيمه وافكاره. طبعا رجال ورجال بيشاركوا وبينهضوا طبعا، يبقى المراه كل المجتمع، يبقى علينا ان احنا نهتم علشان يطلع رجل وفتى وشاب صالح للمجتمع سوي. لما المرأة هتكون سوية وقادرة انها تمشي في الحياة، تأكدي ان المجتمع هيبقى مختلف تماما. ده اللي احنا بنحاول نعمله حاليا، التطورات اللي حصلة بإزالة العشوائيات وعودة الوعي للفكر وعودة الوعي لان لابد من التحام الرجل والمرأة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة. المرأة حصلت طبعا يعني هي بتعيش مجتمعها الذهبي، لان هي حصلت على امتيازات كبيرة جدا، هي الوزيرة في اشياء كثيرة وهي كل يعني مفيش منصب، حصلت على وبعدين دلوقتي بقت وكيل نيابة علشان ما تبقاش قعدت على طبعاً. على القضاء الجالس كده وخلاص، لا هي خليني بقى اسمع مكاسب كثيرة اكيد يعني الحمد لله. على مستوى برضو مكتبة اسكندرية، احنا هنا يعني انا في الفتره اللي فاتت وجدت ان المراه في مكتبه اسكندريه داعمه كده، وعجبني قوي النشاط الصيفي عندهم، وقررت ان انا اعمل محاضرات للنشر. فانا ليا جدي اجدادي
سعيد المصري وخليل المصري و... هم مؤرخين وشعراء وقصين و... يعني الأسرة الحمد لله فيها مجموعات كويسة وراثة. فأردت الموضوع إن أنا أكون أعمل محاضرات للنشر أجدادي صنعوا الماضي كفكرة. في إقبال؟ لقيت في إقبال من النشر الولاد من سن كام لكام؟ من سن 12 ل 16 ما هو عشان يقدروا يستوعبوا. قبل ما نختم عايزة أسمع من حضرتك التطور اللي حضرتك حاسة إنه الشعر التطور عندك بطريقة تانية. هو تطور طبعا لأن أنا خدت في على مستوى مهنتي مراحل كبيرة جدا لأن امرأة عاملة من أيام الثانوية العامة وبعدين أخذ بعد ما تزوجت ابتديت إن أنا أستكمل دراستي لأن طبعا فكرة إن كان الزواج يعني من بدري قوي 20 سنة كان تي... هو ده يعني هو كانت الأسرة بالضبط. فطبعا ده كان أخذ مني مراحل كبيرة على مستوى الكتابة إلى أن طبعا تواصلت بصورة إني عفرت مع الحياة أو قدرت إن أنا أنتصر على حروبي على نفسي حتى على مراحل عمري. في كل مرحلة بقيت أحس إن عملت إنجاز الحمد لله. أحسن من مما قبله. كنت سعيدة جدا لما مكتبة الإسكندرية قبلت إنها يكون على أرفف المكتبة 25 كتاب ليا. فكنت فرحانة قوي إن أنا يعني من عشاق مكتبة الإسكندرية أول أمسية شعرية مكتبة الإسكندرية كنت فيها سنة 2003 كان الله يرحمه دكتور العشماوي كان رئيس كتاب اسكندريه طبعا استاذ الادب من كليه الاداب طبعا نازل مشرفه جدا طبعاً. حضرتك اسكندريه هي عاصمه عظيمة. الثقافه على مر التاريخ يعني مش وما زالت لا من سهل قوي اتمنى والله في يعني أتمنى الميديا يعني. كمان خلت فيه مساحه أصول الثقافة عاملة شغل كويس قوي على فكرة مش وحش. قالوا لي إن الأنفوشي كمان عاملة شغل حلو قوي أستاذة أماني عاملة شغل كويس قوي على كل المستويات. طيب نسمع إيه بقى؟ شدت لي جيم المستحيل طبعا ده أنا قلت هنسمع حاجات كتير يعني أنا عندي لا هنختم بإيه حاجة حلوة هنختم بحاجة حلوة طيب حاضر أنا طبعا في بالنسبة للشعر الفصحى وعندي الأم كلثوم وعندي حاجات كتير تحب حضرتك تسمعي قصيدة عن أم كلثوم؟ تفضلي. أنا حباها جدا حالنا ما تحبش أم كلثوم؟ نموذج للمرأة القوية التي تعلمنا منها الكثير يعني أنا كنت بحبها ورغم إن إحنا كنا صغيرين لكن كانت أم كلثوم بالنسبة لنا رمز وقيمة طبعا وفي العمل العام كانت رمز وفي العمل السياسي كانت رمز والعمل في العمل السياسي والعمل التطوعي يعني هي جمعت الكثير من المال ايام الحروب وايام الاحتياج فهي ليها طبعا مكانه كبيره عندي وعند ناس كتير قوي كان في احتفاليه ليها في قصر ثقافه الحريه بعد التجديد وحضر هذه الاحتفاليه رتيبة الحفني رحمة الله عليها الدكتورة رتيبة وحضر مجموعة كبيرة جدا الدكتورة رتيبة العربية. من الأوائل الناس اللي قدمت برنامج عن الأوبرا وعن الموسيقى العربية يعني جمعت الاثنين الموسيقى العربية وابتدت تقول ايه علاقتها بالأوبرا والموسيقى العربية دي لن تموت يعني مهما حاولوا طبعا فضل. الله يا ثومة يا كوكب الشرق الجميل نهر فنك سلسبيل نيلك الغالي الأصيل لحن أطلال السنين يا نغم صحى أهاتي الليل ورود شو قلوب عطر الوجود يا سيمفونيات الدفا تاخدنا من ويل الجفا الله يا ثومة بتصبرينا على الزمان تشجينا من سحر الخيال بتشوقينا للهنا ويا السكينة والمنى في حضن النجاح طبطبي بالحب على جرح الفراق وبدري أمل اللقى في طريق عشاق الله الله يا ثومة يا إنشودة نهار فيها أحلام النجوم النغم
في الموج يدوب عود عود وبيهز القلوب، ووتر على الإحساس يدندن يا أغلى قصيدة حب، شمس بقية في كل درب يا قمر بيونس الليل والعيون، يا عبير عطر الربيع المنتظر الله يا ثومة يا غنوة أيدة بذكريات للي جاي واللي فات، يا رومانسية معاني الأغنيات يا شفافية سمو التنهيدات يا حلم كل الأمنيات، الله يا ثومة يا عزوبة رقتك يا صبية في ضحكتك يا عظيمة يا سفيرة باحترامك وبأدائك، مصر مصر ولادة بفنك، مصر مبهورة بذكائك يا هرم باقي على مر العصور، يا أمل عايش جسور جوه أيام السبا، يا خيوط الفجر بتوحد صفا في الانسجام، يا حمام يا حمام يبدر سلام جوه النفوس، الله الله يا سومة يا ترنيمات الحنان بتلاقي لحظات الوفا، يا شروق المعجزات، الله يا سومة على الهنا في حضن أهلك بيصحصح النشوة في روح المجروحين، ويقرب البهجة في صدور المشتاقين، يا شفايف النسمة البريئة بتهدي الوجع بين الأنين، تتلاقى مسافات الحنين جوه غربة جوه غربة كل طيور المجروحين، الله يا سومة يا فرحة الوجدان بضيك، والله يا غالية ما شفنا زيك، كل أول شهر ذكرى حلوة منك، صوتك صوتك الرائع هلالك باقي فينا من جمالك نبض روحك وانتصارك، الله يا سومة يا ملاخ النغم يا شلالات الحب في كيانات البشر، الله يا سومة يا فراشات المشاعر يا فراشات المشاعر يا أسطورة صباح بتحاكي أسرار الزمان وتناجي خير الكون في نيل، يا كبرياء النور دليل على إن فنك سلسبيل، يا كوكب الشرق الجميل يا كوكب الشرق الجميل، الله يا سومة الله الله, الله عليك يا أستاذة إيمان، نورتيني وشرفتيني والحقيقة لقاء ممتع ومصريات ناجحات، وإن شاء الله إن شاء الله يكون لديك سلسلة جديدة، لأن أنا بشوف الله. شابات رائعات جدد يعني. وحضرتك يعني الله يخليك يا أستاذة إيمان، الله يخليك، كلنا سعداء بيكي وبطموحك وبأدائك الجميل، ربنا يكرمك يا أستاذة إيمان، ده وسام على صدري، شكرا لحضرتك نورتيني. فاصل مشاهدينا، نعود بعده مع الأستاذ الدكتور